شاركت مملكة البحرين في أعمال دورة 31 بعد 100 لاتحاد الغرف العربية والاجتماع 55 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجي الذي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة التجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن الغرفة حريصة على توحيد الجهود العربية والخليجية من أجل بناء قوة اقتصادية فاعلة تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والتطور الاقتصادي في المنطقة، مؤكدا على ضرورة وضع خطة واضحة المعالم للوصول للسوق العربية المشتركة وتشجيع الاستثمارات في الدول العربية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي ودعم الابتكار. الاجتماع حقيقة يمر في يعني ينعقد في فترة تاريخية يتطلب من جميع الغرف العربية مزيد من التنسيق والجهود لاجتياز هالمرحلة القادمة الصعبة على الكل، كل أسواق العالم، فيتطلب منا احنا مزيد من التنسيق. والحمد لله كان في توافق بين رؤساء الوفود على الخطة المرحلة القادمة، ان نكون خطة واضحة المعالم هدفها الأسمى وصول السوق العربية المشتركة. طبعا البنود الرئيسية اللي اتفقوا عليه دعم صناعة الأمن الغذائي ودعم صناعة الأدوية